أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الزواج بنية الطلاق لمن سافر أو أقام لشهر أو شهرين في بلد آخر؟ هذا لا يجوز، الزواج بنية الطلاق لا يجوز، لأنه شبيه بالمتعة، شبيه بالمتعة. تزوج للدوام، إن صلحت يداوم معها، وإما صلحت يطلقها. أما مؤقت، زواج مؤقت، هذا هو المتعة. وش الفرق بينه وبين المتعة؟ نعم.